أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من فيديوهات. خلوكم معنا. هاي شغلات ما بتصير غير بالأردن، بس بدكم نفرجيكم كمان شغلات ما بتصير غير بالأردن. شوفوا لي هالفيديو. يا شباب شو بتعملوا؟ يعني ما بتستنوني هيك؟ زي ما انت تتخرج يا زلمة، ما أبردك. طب اسمع هداك ال... يلا يلا علي يلا. يعني يا شباب ايش في؟ شو ليش بتدفش يا زلمة؟ ايش في؟ كابلز اليوم. شو اللي كابلز يا زلمة؟ شو عائلات؟ وشو اللي عائلات بدنا ندخل نشتري؟ عائلات اليوم ممنوع تدخل. ايش يعني اجيب اهلي يعني؟ اهلك؟ جيبهم. اذا بدي اشتري قميص عندي شغلة مهمة. تعال يا شباب تعال. استنوني معاكم انا. شباب فتح. شو مش شايف؟ انت اللي مش شايف يا عمي. طبعا مش شايف، انت اشوفك انا اصلا. طلع طلع قدامك. شو طلع طلع؟ ماخذ مسربي ماشي فيه انا. ماخذ مسربك؟ طب طلع منيح المره الجايه لانه مش مزحه. كثرش كلام. كمان بتمد ايدك؟ بمد ايدي. اسمع احترم حالك. شو ما تحترم حالك؟ مين فكر حالك؟ اسمع انا مش شايفك. بلم لك الناس كلها انا ولا بلم لك اللي بدك اياه. انا مش شايفك اصلا ولا فارقه معي مين. روح يا زلمه روح. اسمع بالبلاك بري على وجهك هسه. معك بلاك بري؟ شو المشكلة؟ أنا معك ما بلاك بري. مشكلة. أنا كمان ها. آه والله. أي آه والله. شوف هذا التاتش الجديد تورتش. أجد من هذا هذا. آه والله مرتب فيه كل إشي. شو بتنصح فيه ولا كيف؟ آه والله كثير أحسن من هذا. أنا كان معي زي هذا جبت. أجد سليمة. الحمد لله كله بس سليم. بس دير بالك. حبيبي. حبيبي. نشوفك آه. وهيك بكون خلصت حلقة اليوم. وهيك بتكون خلصت حلقتنا اليوم مع فيديوهات. تنسوش تشوفونا على فيسبوك وتويتر وبنشوفكم بكرة. زنيخ يا زلمة زنيخ. لا رهيب يا زلمة زنيخ. خلينا نخش عليه. باي بكرة.